مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأولى، ومعنا ضيف يعني هو مصري إيطالي الجنسية، لكن احنا هنتكلم ان هو مصري أكتر من أي حد فينا حقيقي، بقاله سنين كتير جدا في مصر، وهو بطل في الرماية ولعب باسم مصر في العديد كمان من المحافل الدولية. خلينا نرحب بفرانكو دوناتو. يا صباح الخير. صباح الخير. مبسوطين جدا ان انت موجود معانا، اهلا بيك. الله يخليك. عايزين نعرف يعني الناس اكتر عنك، احنا عارفين ان حضرتك موجود والاسره كلها ما عايشه في مصر من زمان، بقالكم قد ايه قاعدين في مصر؟ وهل عشت في ايطاليا اصلا لفتره من حياتك ولا ده ما حصلش طول مده اقامتك كانت في مصر؟ لا، هو بصراحه صباح الخير. اولا احنا متواجدين في مصر فوق 100 سنه. عيلتي انا رابع جيل اتولد في مصر، ومبسوطين طبعا بمصر ومالناش غيرها بصراحه، يعني عايشين هنا وكل حاجه هنا. منورين مصر. الله يخليك. بتروح ايطاليا طبعا اكيد على فترات؟ لما طبعا الدنيا كانت قبل كده قبل الكورونا كنا بنسافر، بس حاليا بقالنا سنتين في مصر وبصراحه مفيش اي مشاكل. جميل. انا مش حاسه السؤال ده لان انا عارفه العيله كلها، يعني العيله كلها رياضيه يا فرانكو، ومش انت بس اللي بتلعب رمايه. فخلينا برضو نرجع للباك جراوند شويه في العيله. طبعا هو والدي طبعا اللي شويه يعني ساعدنا ان احنا نحب الرمايه دي، يعني السيد ابتدى ياخدنا واحنا بنروح السيد واحنا عيال صغيره، يعني واحنا صغيرين جدا، فابتدينا ممارسه الرمايه من السيد، وبعد كده طبعا من النادي السيد ابتدينا بقى نخش بطولات ونحب طبعا الالعاب الرمايه بالكامل اكتر، وهي دي اللي طبعا دخلتنا في موضوع الرمايه اكتر يعني. بس انت يعني ما فكرتش ليه تلعب للمنتخب الايطالي بالمناسبه؟ احنا عارفين ان انت ليك قبل كده يعني شاركت كتير قبل كده مع المنتخب المصري. طيب ولا في قوانين تمنع؟ لا، هو حياتك طبعا لما الواحد بيتكود وبتدي يضرب جوه مصر طبعا بيبقى اولا طبعا جوه المنظومه المصريه للرمايه، وصعب قوي ان هو يغير ويلعب باسم تاني هو طبعا جوه منتخب مصر، فمستحيل هو يفكر اساسا انه يضرب لدوله تانية. بس قانونيا اعتقد ان بعد مرور مده زمنيه معينه ممكن تلعب لو شخص لو ما اشتركتش باسم مصر لمده مثلا 4 سنين. ممكن طبعا تشارك بمنتخب تاني، بس طبعا مش هو ده الكيس يعني عندنا طبعا. يعني طيب خلينا نتكلم شويه فرانكو عن الرمايه المصريه، واحنا لو هنتكلم نرجع بقى لاولمبياد طوكيو، لا كان في خروج مبكر للسلاح والرمايه، طب ده راجع لايه؟ وتقيم لنا برضو الاسباب. تمام. هو طبعا اولمبياد ريو بصراحه منتخبنا المصري عمل مجهود كويس جدا، طبعا احنا كنا متاخرين وعندنا طموحات كبيره جدا، انما بصراحه المنتخب بتاعنا ما قصرش خالص، بالعكس هم عملوا انجازات كويسه جدا وفرق بنقط بسيطه جدا على الميداليه، ومن احسن 6 يخشوا الفاينل، فرقت نقطه ونقطتين من كل اللعيبه تقريبا يعني، فبصراحه عملوا مجهود كويس وشرفونا يعني. جميل. طبعا الواحد بيعوز طبعا كل يعني بيعوز احسن حاجه، بس الحمد لله يعني هم ولسه في فرص جايه ان شاء الله. فرص طبعا. بتجهزوا نفسكم لايه بالمناسبه يعني؟ بتستعد لايه الفتره احنا الجايه؟ حاليا عندنا اللي جايه بطوله دوليه في العاب المروحيه. ايه الالعاب المروحيه دي؟ يعتبر 5 علب. ده نوع من انواع نوع من الرمايه بالظبط، وهتستضيف مصر بطوله عالم في ملاعب الجديده في العاصمه الاداريه. وان شاء الله مستنيين اكتر من 300 رامي يشاركوا في هذه البطوله، فدي من الحاجات اللي بنجهز لها حاليا. وده طبعا يعتبر لعبه بيشارك فيها كذا منظوم من اول الجونيورز لغايه الفيترنز، الناس اللي فوق ال70 سنه. ف حلو قوي. فبتبقى لعبه جميله جدا. طبعا منهم السيدات كمان. حلو. احنا اصلا في النادي السيد بتاعي في عدد، بس عدد قليل من السيدات. في السيدات حضرتك هم تقريبا عندنا 4 أو 5 سيدات حاليا بيضربوا باسم مصر. ده راجع لايه بقى؟ ليه اللعبه دي هي ما فيهاش اقبال؟ هي طبعا يعني هي شويه يعني الرياضه شويه يعني الرجال هي شويه كرياضه. أوكي. بس هي حتى بالنسبه يعني للبنات برضو بتبقى بيتألقوا فيها حتى لازم يعني. بس هي بس لازم يبتدوا من بدري الرياضه دي. هي طبعا كل ما واحد بيبتديها من بدري كل ما يلاقي نفسه ان هو يعرف يمارسها بيؤدي الى نتائج كويسه. وبتعتمد بس على النظر الـ 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 الـ
ثاقب الكرة، هي فيها كذا حاجه. ايه العناصر بتاعتها الرياضه؟ يعني هي فيها كذا حاجه، فيها طبعا النظر، وفيها البريباريشن ان انا بجهز ان انا بطلب الطبق، فمحتاجه شويه يعني ذهن صافي خالص. اه بالظبط كده. بعد كده طبعا الرياكشن، انه كل واحد يبقى عنده ريفلكس ورياكشن سريع سريع ان هو يشوف ويودي اللي هو البندقيه يعني انتوا ما تبقوش عارفين الطبق طالع من فين بالظبط، مش كده؟ ولا الاتجاه بتاعه؟ لا يعني ديبيندز على اللعبه، يعني كل لعبه ليها سيستم. انما اللعبه الجديده اللي احنا عندنا حاليا اللي هنلعبها في مصر بطوله العام اللي جايه، بيبقى 5 علب ومش عارفين اني واحده هتفتح. اوكي. وبعد العلبه في 21 متر لازم الطبق يفصل جوه السور علشان يتحسب بوينت. يعني بوينت بالظبط. انا عايز اسالك شويه، لان زمان كان اللعب بيكون عن طريق الحمام، وبعدين الناس اعترضت على ده بالظبط. ما هي اللعبه دي حضرتك هي دي بتريبليس او مكان الحمام، انه بقى طبق مروحي بياخد شكل مع الهواء وبيطلع على اتجاه الهواء وبيفصل جوه اكنه بالظبط حمامه، بس هو طبق بلاستيك. والاثنين زي بعض، مش حاجه اصعب يعني او اسهل؟ لا يعني هي دي لعبه طبعا مختلفه بقوانين مختلفه. بس هي طبعا يعني هي طبعا فيها نسبه حظ برضه، بس هي يعني fair chances للناس كلها يعني. حلو جدا. طب نرجع بقى كده شويه ومشوار فرانكو، يعني احكي لنا، انت بدات سن صغير ودخلت بطولات كتيره جدا، عايزه اروح انا وكريم معاك للمشوار بقى، مشوار البطولات. أكيد المختلفه. اكيد اكيد. هو حياتك اول تكريم ليا من مهندس حسين صبورة الله يرحمه كان في 94 في نادي السيد، كنت عندي 13 سنه بالظبط. فده كان اول يعني تكريم. كان اول تكريم، وكانت حاجه كنا طبعا ناشئين لسه. وبعد كده طبعا ابتدينا بقى نمارس جميع الالعاب في نادي السيد اللي كانت متاحه، منهم الحمام والاطباق وكذا. بعد ما رجعت من السفر، انا سافرت اذاكر بره مصر، اول ما رجعت من بره قالوا لي لازم تشترك من الالعاب الاولمبيه دي، احنا مستنينك يعني. فابتديت اشارك في البطولات جديا، يعني في لعبه اللي اسمها السكيت، بتبقى اللي هي البونديه تحت الكوع كده. أوكي. وبيطلعوا طبقين من كوشكين وبيعدوا فوق كروس بوينت في النص. صعبه دي شويه. دي بتبقى طبعا محتاجه ممارسه. وعلى طول شاركت ودخلت بمنتخب مصر، والحمد لله يعني رحت مع المنتخب كذا بطوله وكسبت بطولات افريقيه. هي. ومنهم طبعا شاركت في العاب اولمبيه في بيجين وريو 2016. جميل. وبعد كده قررت ان انا ما عنديش الوقت الكافي ان انا ادي، فسبت يعني سبت المكان ده لغيري المشوار ده يعني. مشغول حاليا بايه تاني؟ بشغل بقى، بشغلنا الخاص. برايفت بيزنس بتاعنا بالظبط. وطبعا عارف اللعبة طالما مش هتديها اهتمام احسن طبعاً. انه حد لا، وبعدين لما يكون اللاعب كمان شارك يعني في بطولات عالميه، يعني انت بقالك بالظبط انا عندنا 9 سنين في المشوار بتاع المنتخب وسفر وكده، طبعا كانت جميله جدا. ودلوقتي لسه في بلعب باسم مصر، بس هي. في العاب تانية مش اولمبيه. لكن بعيدا بقى عن الرياضه، هناخدك بره الرياضه ونرجع لها مره تانية. طيب. بشكل عام كمصري ايطالي مقيم بصفه دايمه في مصر، عايزين نعرف يعني نشوف مصر من عينيك انت، من خلال نظرتك انت ورؤيتك، ايه اكتر الحاجات اللي حبيتها في مصر؟ مش بس الاكلات، انا بتكلم طبعا عموما، حتى الطباعة. هم شعبين اصلا قريبين لبعض جدا. ايه القاسم المشترك بينهم وبين الايطاليين؟ هو بص بامانه حضرتك، انا احنا من طبيعه شغلنا احنا بنتعامل في مزارع وناس فلاحين، ناس بسيطه جدا. اوكي. فدي بصراحه بلاقيها احلى حاجه في مصر، اللي هو شعب مصر. يعني دي بحقيقه مش عشان انا بتكلم في التلفزيون ولا حاجه، بس هي حلاوه مصر. لا مش مقابله بتاعت مصر خلاص. بالظبط. يعني حلاوه مصر حياتك هي في شعبها، وهي ده عزمها اظن. أوكي. انه الشعب كله بصراحه جميل، ويعني عارف بكلمه حلوه بتلاقي الدنيا كلها. ونفس الكلام ينطبق على الايطاليين على فكره. برضه من ضمن العادات، بس باصين سن اكتر يعني بتبقى. بس حتى طريقه الكلام يا هواد، هو دايما بيقول الشعب الايطالي والشعب المصري قريب لبعض، ما بنحسش باختلافات كبيره، غير طبعا الثقافه شويه، لكن قريبين نفس الطباعه شويه وغيره. بالظبط. طيب حلو جدا. لو اتكلمنا بقى عن مستقبل الرماية المصرية، لان احنا بنتكلم، لا احنا عايزين ان شاء الله لما نشارك تاني في الاولمبياد ناخد بقى ونفوز بميداليات، واحنا نقدر ده، احنا عندنا الكوادر حقيقي، فازاي نقدر نحقق ده من وجهة نظرك فرانكو، والاستعدادات المفروض تبقى شكلها ايه من دلوقتي؟ تمام. هو بص حضرتك طبعا اللي بيسهل الكلام ده كله ان احنا يبقى عندنا
تسهيلات في كل حاجه، من اول السلاح للخرطوش انه المنظومه نفسها بتاعت الرماه في مصر تكبر. فكل ما احنا بنكبر من هذه المنظومه كل ما عندنا تشانسز ان احنا نؤدي الى 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 ريزلت احسن. طبعا عشان مصر ليها موقف سياسي وقومي شويه في موضوع السلاح والامان والكلام ده كله، فهي الموضوع حساس شويه. وبصراحه يعني الناس مش مقصره، بس على قد ما هي الموضوع برضو مش سهل زي بلاد تانية. فالواحد طبعا عايز ان المنظومه دي تكبر، بس في نفس الوقت في حته امنيه على طول لازم مصر. بالظبط كده. بمناسبه كلمه المنظومه، يعني سريعا كده، ان احنا فاضل حوالي دقيقه على نهايه فقرتنا دي، المنظومه المصريه بالمقارنه بالمنظومه الايطاليه في رياضه الرمايه. هو بص حضرتك الحته دي حساسه شويه، انه ايطاليا من اكتر البلاد اللي بتصنع سلاح وخرطوش في العالم. أوكي. فاحنا جينا في حته يعني حساسه جدا. انما احنا كموهبه احنا ممكن يبقى زيهم او احسن، بس ناقصنا شويه الادوات اللي هي بتيجي برضو، بس ما بتجيش بشكل مفتوح قوي يخلينا بقى الموضوع عادي عندنا. بالظبط. ان احنا اي حاجه بنعوزها في البنات وكده بنضطر نسافر بره، بنعمل حاجات في بالمقاسات بتاعتنا. فالموضوع عارف بيبقى تفصيل يعني. بالظبط بالتفصيل. أوكي. بتبقى زي البدله بالظبط. اوكي رائع جدا. بالزبط. طيب احنا للاسف الوقت بيجري فرانكو، بس يعني انا لو حابب تقول، بص انت يعني جمهور الاهلي اللي هو بالملايين والناس كلها عارفه. أيوة. بيتفرجوا. انتوا اهلاويه انا عارفه العيله كلها. اكيد طبعا. فلو حابب طبعا تقول اي رساله لي. طبعا النهارده انا عارف انه في ماتش النهارده للاهلي طبعا بالتوفيق. وطبعا نادي الاهلي من اقوى النوادي في مصر، وكل طبعا المشاهدين اقول لهم صباح الخير واسلم عليهم شخصيا واحد واحد. بالتوفيق ان شاء الله، وعايزين بقى في اولمبياد باريس 2024 نتالق حقيقي، لان احنا نستحق ده باذن الله. نورتنا يا فرانكو. شكرا جدا. ميرسي جدا لوجودك معانا والله، انت شخصيه جميله وبتمنى لك كل التوفيق يا فرانكو. ميرسي يا فندم. ميرسي يا فندم. شكرا. طيب يا حضرات، دي فقرتنا الاولى، هنطلع فاصل سريع ونرجع عشان نتكلم في الموضوع المهم جدا اللي احنا جاهزين لحضراتكم بيه النهارده، ايه التغيرات اللي بتطرأ على جسم الانسان او على صحته بشكل عام بعد سن ال 40. فاصل ونرجع نبتدي نتكلم في الملف ده. اتفضل.